قوية دافعي عن حقوقك، شعار الحملة التي أطلقتها الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيا لارا في يوم المرأة العالمي وسط مدينة رام الله، والتي شاركت فيها عددا من المؤسسات الحقوقية والنسوية لتوعية النساء الفلسطينيات حول أدوارهن وحقوقهن المجتمعية بعيدا عن الصورة النمطية التي يفرضها المجتمع على المرأة. هاي الحملة بتستهدف تعزيز الصورة الإيجابية اللي لازم تكون عليها كل امرأة بالمجتمع الفلسطيني، وعشان هيك سميناها لأنك قوية، لأنه إحنا بنآمن أنه كل امرأة فلسطينية فينا هي قوية وعندها مكان من قوة تختلف من امرأة لامرأة. هاي الحملة مثل ما حكيت هي انطلقت اليوم بالثامن من أذار بسواعد شبابية بحملة تطوعية من الألف إلى الياء. تضمنت الحملة عدة فعاليات، منها إطلاق أغنية مناجل بألحان تراثية والتي عكست الأدوار التي تقوم فيها المرأة في المجتمع، إضافة إلى لوحة فنية جسدت الصورة التي يجب أن تكون عليها كل امرأة في فلسطين، والتوقيع على عريضة حول مسودة قانون العقوبات التي تم تقديمها إلى سيادة الرئيس محمود عباس في عام 2011 ولم يتم المصادقة عليها حتى الآن. أنا في يوم المرأة بقول للمرأة أول إشي يعطيك العافية. المرأة الفلسطينية مش زي أي امرأة في العالم، المرأة الفلسطينية مناضلة مكافحة، مش بس في الميدان كمان في العمل إيد بإيد هي والرجال. وأنا اليوم بقول لكل النساء اللي مش مآمنين بأنه هم بيقدروا يكونوا جنب الرجل في كل إشي، أنا بقولهم أنت بتقدري، بتقدري تكوني كل إشي، بتقدري تكوني إيش ما بدك، ما تخلي أي حدا يهبط من عزيمتك ولا تخلي حدا يوهمك إنه أنت أقل مقدرة من أي شخص آخر في العالم. أول إشي كل عام وهي بألف خير للمرأة، لجميع النساء في العالم وخصوصا المرأة الفلسطينية. رسالتي إنها الحرية إن شاء الله تصير، وإن شاء الله بإذن الله نأخذ جميع حقوقنا، إن كان حقنا بالميراث، حقنا بالعمل، حقنا في المجتمع، حقنا في أي حقوق كأي امرأة في العالم. وتعد الخطوة القادمة للحملة هي حشد ومناصرة لجمع تواقيع للعريضة في المحافظات المختلفة بالضفة الغربية، وذلك لتقديمها إلى سيادة الرئيس محمود عباس للبدء بتنفيذها على أرض الواقع. في اليوم الثامن من آذار ننحني إجلالا لكل الماجدات اللواتي قدمنا أرواحهن في سبيل تحرير الوطن، ونقول أن المرأة ماضية بخطوات واثقة إلى الأمام، لا تنظر إلى الخلف بل تتقدم إلى الأمام بجدارة. من مدينة رام الله، لارا بركات، بيا لارا.